هلا بنات، شلونكم؟ شو اخباركم؟ رجعت لكم بفيديو جديد. طبعا بنات، بهذا الفيديو راح يكون اكثر طبخ، يعني شغلات راح افيدكم بيها للسحور او للفطور، انتو شنو يعجبكم. وهمين اكو تنظيفات وهاي الامور، تابعوا الفيديو للنهاية. طبعا بنات، هنا كان الفطور مالتنا هو برياني، بس هالمرة البرياني كان بشكل مختلف. هالمرة سوينا البرياني بنات على أفخاذ الدجاج، بس شنو فلسناه، يعني ورا ما سلقناها جينا فلسناها ورا ما استوت وحمسناها وخبطناها ويا الآلة. احنا كل مرة بصراحة بنات نسوي لو صدر دجاج لو نسوي يعني دجاجة كاملة مشوية وهاي الأمور، فحبينا شوي نغير. طبعا بنات، هنا ماما سوت لنا المحلبي. هنا بنات ماما يعني من بدا رمضان لحد الان يوميا تسوي لو محلبي لو ترايبل، لان هذني بس هذني البابا يحبهم، يعني من بين كل الحلا فقط هذني بابا كلش يحبهم، فماما على مودة تسويهم، وهي اصلا صراحه كلش طيب يعني. وهنا بنات بعدين اني سويت لي فنجان قهوه وشويه كرزات. لازم هيك واحد ورا الفطور يسوي له فنجان قهوة ويعدل مزاجه، أو جلاس شاي، أو شنو تحبون تشربون ورا الفطور. يعني قهوة مرات شاي مرات كابتشينو، يعني حسب المود مالتي شنو رايد فأني أسوي. طبعا بنات شوفوا هاي الكبة هسه ماما لفتها، شوفوا لفتنا اياها للسحور. طبعا سوت لنا قسم بالدجاج وقسم باللحم، فهنا انا ماما شنو حاطه؟ الزيت منتظر تيح مع زيت، والله عبالي مي. لا زيت وهاي الطاوة مال همبرجر. طبعا هاي الطاوة البارحة قلينا بيها همبرجر، فما دبينا الزيت. اليوم يلا ندبه. وهنا بنات اني قلت لماما سجلي بيضاي سلكتها بوتيتها همين. اي بنات هم قلت اسوي لي بوتيتها، يعني هذا الاكل بصراحه بنات دا هسه يشبع وبنفس الوقت خفيف على المعده، يعني ما ياذي معدتنا، يعني مو فد شيء ثقيل. شنو ماما هنا اللي تسوي؟ بفتح همبرجر. شو قاعده تسوي؟ في البالغ تنجر الحين. بسم الله. لو جايبه ذي لو جايبه ذي لا شويه ما خلي ما اتوازع عليه شويه بس تروح تتفتح. يلا خلا طلع كوبا يوم ما اخري. طبعا مسوي هاي شو اسمه لحم حتى نعرف انها، وهاي دجاج. ماما تعجب قاعد تقلون فيديو بالليل شوي لين ثاني الجو شفتي ما في ذاك الرايق. اي صحيح ما ادري هو وين شفتي خلينا نصير نهار عادي. بنات حطي الكبة مالتكم اذا جونتي نفس الشيء، تحمون الزيت يكون يعني كلش حامي، ومن بعدها تضيفون الكبة، لا يعني ما راح تنفتح عندكم، وهمينا تقرمش. ما ظلوا من اللسة الحمراء يا بابا. يا بتذكر مرة بنات اول ما تزوجت ماما سويت الكبة، خذتها للبيت وعدا اقليها اني. فما ادري انه لازم الدهن الا حار واذبها ما ادري شنو. وشنو ذبيت لكم سته بنفس الطاوه، والدهن مو كان يعني الدهن مو كلش حار. ما عين الطباخ مالته هي ناس. وتخيلوا جامد يعني بردت لي الزيت، ما احكيكم طلعتها خبيثه. ما حد مسوي سوالف. ايه. عندي فد كوارث مسويتها اني فظيعه بالطبخ، بس هسه الحمد لله كل شيء تعلمت. يعني كل شيء ضبطه طبعا. واحد ترى مو من اول ما ماكو شيء هسه ما ضبطته. طبعا واكل انا فتحه اثنين. طبعا احنا مو بس احنا ناكل، عندنا بزازين بالسطح. اي يسحرون ويانا. ايش اسمه؟ انه بنات تخيلي تقول اختي انتظروني من افتح الحيوان هو من افتح الضوء يجي يم الباب مال السطح. اي فقاموا يحسبون حسابهم اذا اكو يبقى لحم زايد كل شيء حتى يصلق اطيهم قبل يصعدوه فوق خطيه. ولو انا ابوج من عندهن الصراحه بالبيت لا مستحيل، اي حيوان ابوج من عنده، هذا البلبل ابوج من عنده. ماما نفسي. وهذا بنات كان السحور مالتنا، بكيفكم يعني شو سموه سحور
فطور بكيفكم. بس تعرفون بنات يعني احنا مو نفر ونفرين وهاي، لا احنا تقريبا 6 نفرات هيج، فيعني كل واحد يعجبه الشيء ياكله بالسحور، فاحنا اكيد يعني لازم كل واحد حسب طلبه نسوي له. وانا اكيد هناك بنات الفلافل قليتهم اليوسف لانه كل شيء يحبها. بنات اليوم الفطور مالتنا هو لحمة بعجين. طبعا ماما محضرة الصلصة، كل مرة أنا حضرها بس هالمرة يعني قعدت متأخر مثل ما تعرفون، فماما حضرت لنا الصلصة. إحنا بنات الصلصة نسوي بها لحم مفروم يعني، مو بس يعني مو بس الصلصة هيجي، وما نحب نحط كاتشب على اللحمة بعجينة. أكو أشوفهم يحطون كاتشب ويحطون فوقها صوصج أو ما أدري شنو، إحنا لا نحب الصلصة يعني لحم مفروم وهاي الحبشتونات. زعتر، من يحب الزعتر؟ أنا أموت عليه. هبنت لازم يعني هيجي كمية زيت، يعني لا تقولون هواية وهاي، بس هي لازم يصير زيت هواية على مود تلزم يعني بالعجينة. على صفحة وما شاء الله بنات، بس شوفوا لي العجينة ايش قد هيجي قطنية وتخبل. تخيلوا بنات والله عبالك سلايم، ايش يسموه العبيه، عبالك سلايم تجنن. هاي العجينة طبعا بنات منزلتها اكثر من مرة بقناتي، تقدرون تدخلون على قناتي وتشوفون طريقة العجينة مع اللحمة بعجين او مع البيتزا او كل معجنات بسرعة عامة، هي نفس العجينة. هنا بنات أنا حضرت الميز، الماما رتبت لها كل شيء، وبس حبيت أشوفكم بنات هذا الرف. ماما يعني اشترتها هسه بالجديد وأنا رتبته إلها، كلش حبيته، فاحتمال أجيب واحد للمطبخ، لأنه ذاك اليوم قلت لكم أريد فد شيء شلون الرفوف أرتب على أغراضي، فهذا كلش حبيته. ماما جايبته حاطة بيه الشغلات اللي تحتاجهن جوا إيدها، يعني مثلا مواعين الطوس، العجانة مالتها طبعا بنات العجانة الثانية مالتها، يعني حاطة الشغلات اللي هي تستخدمها، الطاوات، الصواني، يعني شغلات اللي تستخدمها فحاطتها جوائدها، فانكوش حبيت هاي الرفوف يجوز اخذ من عندها. طبعا بنات هنا انا ماما سويت لحمة بعجين، طبعا بنات سوينا كمية كبيرة لانه احنا شنو انظمهن بال يعني بالمجمدة، مرات اخاف يجي خطار على غفلة ما اعرف شنو، يعني واحد حلو يحميهن قبل بالفرن ويقدمهن ويا الشاي، فشي مرتب وحلو. فلانه قعدنا ما كان عندنا شيء، واليوم كان الفطور مالتنا من برا، فماما قالت خلي نستوي لحمة بعجين مدام انت يمي، وهمينا نفطر من عندها وانضم للسحور، وبنفس الوقت همينا راح نجمدها. عاد قلت لها يلا انا ما عندي شيء بصراحه، وهي خطيه كلها سوتها، يعني هي كلها كملتها، مجرد بس اني شويت، يعني انا وياها شويت. فهنا بنات هاي طبعا الكميه الاولى طلعت، وهنا انا جينا نسوي الكميه الثانيه مال زعتر. طبعا انا كلش احب الزعتر بنات ويا الجبن، فاحنا سوينا اقسام، سوينا قسم بالجبن، سوينا قسم واحده يعني بدون الجبن، وهي يعني اهم شيء حلو، يعني اذا سووه بنات وتضموه بالثلاجه هم يفيدكم بوقت السحور، اذا مالكم واهس تطبخون او ما تلحقون او شيء، حلو واحد يطلعها من المجمد قبل بالفرن يسوي اياها جلاس شاي وخلاص ياكل قطعه قطعتين. بالاخص ام الزعتر، يعني ام الزعتر كلش كلش يشبع، والزعتر اصلا به فوائد كلش هوايه، فهاي واحد ياكل من عندها صدقوني يشبع كلش بالسحور. فبنات هذا كان الفطور مالتنا، انطوني رايكم بيه. طبعا طلعنا هيك كم لحمه بعجينايه، وقلت لكم اليوم كان الفطور مالتنا من برا. وراها اكيد اكيد لازم فنجان القهوه بهاي الفناجين الجديده، طبعا هاي بنات الفناجين ماما جديده جابتهم، فاكيد يعني لازم اني اجربهم، فكلش حبيتهم وهمين حلوات. وهنا بنات المحلبين مثل ما قلت لكم هذا راح اشوفه على طول رمضان هو موجود،
هنا ماما طبعا تزييناتها الحلوة. شوفوا بنات هنا طبعا حسب كل واحد شنو يريد. ماما سوت له ما يطلبه المشاهدون. عشية انا طبعا ردت بيض وردت بيضة سلق وردت جبن. عشية وجبن. وهنا أنا لحمة اختي رادت برجر هي ورهز. وهاي هيك يعني خاف نشتري هاي مال الفطور. اضبط بنات احط لكم الفيديو اللي مال الفطور. حركة انا على الطباخ. بالعافية بالعافية. طبعا بنات البشاميل شلون جنن صدق صدق طيب. هذا البيض ماما اللي تنشوين. طبعا بنات ماما جابت لي نفس هاي السطلة هي مثلي قديها بس سبحان الله مالتي ما عندك حظ حبيبتي. ما عندي حظ مالتي صارت مو مزروفة يعني بالكبس تنقص ماي ولا هي ما بها اي زرف. بس كل شيء قهرت عليها ساعات حطيتها قلت بدي زرع شيء احط بيها. لا بنزرفين من جوا اذا زرع. لا زرع مو حقيقي. اها. اي لان انا ما احب احتمي بيها وهيك. فشنو بعض بنات؟ يعني هي شكلها كلش حلو. خلصتي؟ اي ماما خلصت. بقى بس تخدرين الشاي. يلا تقلدين. خلي طلع هاي. جرباتها تحصل. طبعا انا ما اخليها قدين بس ننوت. انا ما ادري ايش. أنا يمكن بس من تدرين ذاك اليوم شو نسويت؟ حطيتها بالكابسة وبورق الزبدة كبستها. بس شو تسوي فعولنا؟ هي صح صار شوية دخان وريحة بس إنه ولا قطرة زيت. أبوش من عنده فعولنا بالعكس دهن هيك ولا؟ قلت أنا يمكن شو اسمه؟ قلت هسه المرة الثانية أجرب بالقلاية أشوف هم يطلع دخان وريحة لو لا. هذا بنات القوري مال ماما. صار لك كم سنة؟ هذا عفا والله وايد. يعني بنات تخيلوا من قمت يعني وعيت عدين يافتي ماما تخيل بس شوف ما عندي اثنين واحد انزرف بس شوف حتى تشوفون خليت له برغي وما ذبيت بحيث انملصت القاعده ما نحب الشاي الا بي انا وابو تبارك ما نحب الشاي الا بي حطوا هاي بي بس في سيب وصدق بنات الشاي صار بي طيب من نسوي شاي بغير قوري يطلع بي اختلاف. ايه روحي حطي لي ترهب حتى نجيب الغراض. اه تفرغين تعفيها بالطاوله. لا حلاف بالطاوله يا بعد شنو؟ بس تقشرين البيض وهذا هو والبيض استوى مو؟ ايه بعد اطيب اذا صار نص استوى بعد ولا طفي. وهذا بنات السحور الثاني ما ادري الثالث بالفيديو ما منتبه. هذا بنات همنا يعني اخذوا بنات افكار. شكو شيء عندكم زايد يبقى على الفطور تقدرون تسوي للسحور ترى كلش عادي يعني مو الا واحد يجدد ويسوي. شغلات بسيطه تقدرون تستفادون من عندها. وبناتين انا بعدين جينا انا وخواتي سوينا مفاجاه بسيطه لماما بمناسبة عيد الأم. كل عام وكل أمهاتنا بألف ألف خير. يا رب يحفظهم ويخليهم المين. شكرا شكرا حبيباتي الله يطول بعمركم ويخليكم إلي سند حبيباتي في دول عمركم. وهنا أنا بنات من بعدها رجعت البيت. طبعا بنات أنا صورت لكم تقريبا مدة 3 أيام. ثاني يوم ما احكي لكم الدنيا قامت تنظر حالوب حالوب. قامت تنظر حالوب وكنا قاعدين دناكل وما احكي لكم ابني شلون فز فزه وخطيه هو فز كان يركض للغرفه وما قبل يجي يقعد يعني ياكل على الميز ظل خاطر بالغرفه ويخاف يوم عود تعال اقعد يمنا ما يقبل يقول انتوا تعالوا لان الصوت صار كلش قوي واحنا كنا قاعدين يم يعني قاعدين يم الشباك فهو كلش خاف. وبعد بنات هذا الفطور مالتنا لليوم طبعا سويت شي بسرعة كان عندي لحم مفروم وسويت هي معكرونية وهنا أنا سويت هاي شوربة الماجي احنا كلش نحبها ولبن وعصير والحمد لله والشكر. أنا هاي المعكرونية كلش أحبها.
وياها جبن اكيد يعني معكرونية باللحم المفروم والفلفل والجبن، طعمها يخبل وكلش طيب. وهنا أنا بنات سويت قهوة، طبعا زوجي ابد ابد ما يحب القهوة، كلش ما يحبها، يحب يشرب كابتشينو، يحب يشرب شاي، هو كلش يحب يشرب الشاي. فتخيل بنات عودته الا تشرب قهوة، يا معودة ما احبها لا الا تقعد تشرب وياي. قلت لي عشان اقعد اشرب وحدي غير اكو احد يشرب وياي، فهيكي خليته هو همينه يحب يشربها، بس شنو هو يحب يشربها حلوة واني احب اشربها وسط. فهاي هم لازم ارجع اعود عليها، اريد اخل يعني يعوف بعد الحلوة ويتعود يشربها مثل ما اني احبها. وهسه بنات راح اشوفكم شنو وصلني، ما احكي لكم بنات، كلش 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 فرحانة بهذا الشيء اللي وصلني من اختي. طبعا بنات هاي اختي ما احكي لكم عليها، وشنو احكي بحقها بصراحة قليل، يعني ما شايفة يعني اخت شايلة حنية مثلها بصراحة، يعني كنت اشوف خوات وهاي، بس نفس اختي وقلبها وحنيتها وطيبتها لا والله ما شايفة. طبعا بنات اني قبل فترة عجبتني وقلت لها اريد اوصي من هاي اللي تصير يعني حرفيا انقاذ. شلون تقولون بنات هذا الجهاز الجوكر هو يجي كل شي بي، يعني تشتروه يعني كل شي موجود بي، هو خلاط، هو يثرم، هو يطحن، كل شي كل شي هو موجود بهذا. فانا كنت هيجي دا احكي وياها، وهيجي ورا فترة كان القيها دازتها الي، فكلش فرحت وكلش احبك اختي توتة، كلش كلش احبك وشكرا على هاي الهدية اللي تجنن والحلوة مثلك. طبعا بنات شوفوا هاي هنا يجي الخلاط مال كيك، مال كريب، تسوون بي لبن، يعني شنو انتو يعجبكم تسوون بي. وهنا بنات هاي السكينة تخيل بنات بشكل مو طبيعي حادة، يعني ما تقدرون حتى تثرمون بيها ثرم، لانه ايتي كلش كلش تثرم لكم، يعني انه للدجاج للحم، لانه ماما مجربتها قبل بمرة، فاني اعرف يعني اعرفها اكيد. يقولون انتي بعد ما مجربتها؟ لا بنات ماما مجربتها، فعند احكي لكم عليها. وموجودة بنات مال سلطة، تخيلوا حتى تقدرون تسوون بيها سلطة وانتو ما تتعبون، لان هي موجودة، ومال برش موجودة، وهنا أنا مال لبن ومال شوربات، مال كل شيء، يعني دا أقول لكم هذا الجهاز الجوكر كل شيء بي، كل شيء بي. فأنصحكم تشتروا، بالأخص اللي قاعدة هسه جديد، اللي هسه وهي مسوية مطبخ جديد إلها، فهذا اشتري كلش راح يفيدك، ويعني ما حيخليك تاخذين بعد غير جهاز، يعني تاخذين جهاز واحد بكل الاستخدامات، أحسن ما تشترين أكثر من جهاز. فبنات تقدرون تدخلون على البيج على الانستغرام، راح احط لكم صورة الحساب ماي انستغرام مالتهم من المظفر واولاده. عندهم بنات مو بس هاي الاجهزة، كومة اجهزة، واني اصلا ماخذة من عندهم مال القهوة مالتي، جهاز القهوة، وماخذة من عندهم العجانة همينة من عندهم، وبنات الجودة مال الغراض مالتهم، فشي كلش كلش راقي وكلش حلو. فاللي يريد ياخذ جهاز وما يعرف شنو النوعيه الزينه، فانصحكم بنوعيه فيكير، فشي كلش كلش راقي. من بعدها بنات هنا ورا ما خلصت، شنو لقيت لكم البيت بالمطر، مو مطره الدنيا، ما احكي لكم غرقنا، لانه صار المطر اتجاهها على اتجاه الشبابيك مال بيتي. فهمتين انا تلاحقت للموضوع بسرعه وشلت كل الفراشات وكفكفت البردات وهاي الامور. فبالبدايه طبيت على المطبخ، قلت خلي انظف المطبخ واخلي القاع اخر شيء. فهنا انا بلشت بنات اجلف المواعين. بنات ابد 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 لا تتعجزون من شغل البيت، شغل المطبخ، تعزيل، ترتيب، لا تتعجزوا من هذا الشيء، يعني احنا بالتالي شنو احنا بنات، يعني لازم تكون هاي الامور احنا ما نكرهها. والله ها اني ما اغسل المواعين، والله ها اني ما اريد اطبخ، اني ما اريد اسوي، او اني ما اعرف،
بنات نصيحة، أي وحدة ما تعرف تعلمي، إذا أنت ما تعرفين الطبخين يعني هذا مو فد شي حلو إنه أنت ما تعرفين الطبخين وتتباهين بهذا الشيء إنه أنت ما تعرفين الطبخين، بالعكس هذا الشيء مو كلش حلو. كأنتي بنية يعني أنتي بنية لازم أنتي تكونين تعرفين الطبخين، تعرفين ترتبين، تعرفين تنظفين، هاي الأمور لازم أنتي من هسه تتعلميها. إذا جتي بعدك صغيرة حاولي تتعلمين من أمك، إذا كان طبخ أو تنظيف أحاول أمشي وياها أشوفها شنو تسوي ما تسوي، مثل ما إحنا كنا نسوي أمهاتنا. يعني هم أنا ما كنت أعرف كل شيء أسوي، بس شوي شوية قمت أتعلم. ما شاء الله هسه باليوتيوب كل شيء موجود، كل شيء موجود، تقدرون تفتحون اليوتيوب وتتفرجون ومن هسه تبلشون تتعلمون. تساعدون أمهاتكم بالبيت، لا تظلون تعتمدون على أمهاتكم بأمور البيت، بأمور الطبخ، بأمور التنظيف، بكومة أمور. فأتمنى من عندكم أنه أنتوا أبد ما تتعازون من هذا الشيء، بالعكس تحسوه فد شيء حلو وفد شيء أنه هو واجب أنه أنت لازم تسويه وتسويه من قلب، يعني مو تسوي هيك أنه أنت ضايجة بس تريدين تسوي، لا سويه وأنت فرحانة وأنت عاجبك تسوين هذا الشيء، لأن صدقيني هذا فد شيء كلش حلو لما البنية تكون نظيفة وناسكة ومرتبة وهيك أم بيت مرتبة وحلوة. طبعا أنا ما خلصت، أني جيت على مود دا أكنس، طبعا هذا الموكيت الوحيد اللي أني ما شلته لأن هو كان بالحولي مالتي فما كان واصل عليه ماي، فسويت بنات أني بس كنسته وهيك رفعته من كل الجهات حتى أمسح، وجيت هنا للمغسل هم دا أجلفها على مود أبلش أمسح البيت. بحيث جانا المطر دا قلنا يلا قوموا اشتغلوا ونظفوا. طبعا قبل فترة سويت حملة على البيت ومسحت وكل شيء، بس يلا عادي هاي تنظيفة جديدة اهمنا يتنظف بها البيت. وهبنات شوفوا لي شلون صار البيت يجي نظيف وهدوء وشفتشي أجواء كلش حلوة. شايفين البيت لما ينظف والله ترتاح نفسيتنا البيت من ينظف. وهنا بنات أحب أنهيكم الفيديو، أتمنى يكون عجبكم، لا تنسوني باللايك والاشتراك بالقناة وتفعلون الجرس، أحبكم كلش هواية، باي باي.